حاشد، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتهمتكم واتهمكم رئيس الوزراء وزراء محمد سالم باسندوا بانكم تسلقتم على الثوره، وقال اين كنتم حينما اندلعت ثوره فبراير على حد وصفه، كيف ترد على هذا التساؤل؟ هل الجرحى هم يعني من انصار النظام السابق؟ اسر الشهداء يعني النظام السابق؟ هل اوائل الذين نزلوا في 11 في 11 فبراير من النظام السابق؟ ان هذا الراجل يبدو انه بات مخرفا او انه لا يستحي واحدا مثلي. اعتقد انه يعني الناس كلها تعرف من الذي يدافع الان عن الفساد ومن الذي يوقف ضده ويريد ان يثور ضد منظومه الفساد. اعتقد ان الامر واضح، ولم يعد مثل هذا هذه الاسطوانه تعي قد ما تقوم. اعتقد انه يعني الامر صار وبات واضحا، وفرد جديد هناك يتبلور، واعتقد انه من يذهب يحاول ان يفرض نفسه مع الحكومه لم يكن الا في المكان الذي لا يتخيله مقبلة التاريخ. نعم، بالمناسبة حزب الإصلاح ومعه الحكومة احتفلوا بالذكرى الثالثة لثورتكم وأقاموا حفل غنائي أحياء الفنان أحمد فتحي. ترى هل تحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة هناك ما يستحق الغناء والطرب، أم أن المآتم المقامة كل يوم تستدعي من الحكومة مراعاة ربما مشاعر المواطنين على الأقل، طالما أنها عجزت عن وضع حد لهذا النزيف المستمر؟ الجرحى والمصوم في عشية 11 فبراير، أحد الجرحى يتوفى بسبب إهمال حكومة الوفاق. يوجد أنه الأمور يعني لم تقم هذه الحد الأدنى من سوء، إذا كانت تفشل العلاج الجميع بل هي تريد أن تعمل هؤلاء الجرحى يعني قدرة حتى لا يثيروا، يجد نفسهم أنهم يتعذبون إلى ثورة قادمة، ولذلك يريدون ان يجعلوا هذا الجرحى ابره، ولكن نحن سنجعل هذه الحكومه ابره لها ولمن يكون مثلها. نعم، رئيس جبهه انقاذ القاضي احمد سيف حاشد، شكرا جزيلا. باشندوا تحديدا لا اعتقد انه هو يعبر عن باشندوا، ولكن هو عباره عن قفاز بيد مراكز قوى معينه حميد الاحمر، وهم الان التصرفات هذه تصرفات يبدو لي تدل على حاله ارباك كبير وحماقه ايضا، واعتقد انه استمرار هذا الحال يمكن ان يجرهم الى مواجهه تكون فيها عنوان نهايتهم.